السيدات والسادة، إن مصر كانت دوما رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع. واسمحوا لي من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن وكذا أهم المحاور التي نقدر أهمية التركيز عليها كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكاتنا الاستراتيجية. أولاً، إن الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي، تنشد السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولاً، وتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة. ثانياً، إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات، لا سيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول، وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإذكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب، ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف. ثالثاً، ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الإفريقية فيما يتعلق بتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة. وأؤكد في هذا الشأن أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز هذه الأزمة، مع البحث عن آليات التمويل المبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا. وأنني لا أتطلع إلى التوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم، وهذا حدا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب. رابعا، تحتم التطورات الدولية المتلاحقة وتداعياتها التي باتت تمس كافة أرجاء عالمنا وجود صوت إفريقي مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية القائمة، وبما يعمل على إيصال موقف الدول الإفريقية ويحقق القدر المطلوب من التوازن عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها. ودني أعرب هنا عن تطلع مصر أن تحظى المطالب الإفريقية في إطار مجموعة الـ20، وكذا مساعي إصلاح المؤسسات التمويلية الدولية بدعم الشريك والصديق الروسي.